شباب، سلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي فات كنا عملنا مثال او ابلكيشن الراندوم هايست ماونتينز. ان شاء الله في الاب ده او الفكره دي احنا عايزين نتعامل اكتر مع الويدجتس بقى. يعني ماشي، احنا عملنا الايديت تكست، عملنا الصوره، عملنا الزرار، عملنا الفيو اللي هو الخط اللي شدناه ده. عايزين ناخد مثلا التشيك بوكس. التشيك بوكس ده اللي هو احنا عملناه بكام مع ريمبر مي، بس عايز استخدمه اكتر بشكل مفسر اكتر. يعني هنستخدم كلاس جديد برضو اسمه ستيرنج بيلدر، ده في الباك اند. الفيديوهات اللي جايه برضو هنبدا نتعامل اكتر مع ويدجتس تانية مختلفه زي الراديو باتونز. الفكره بتاعت الفيديو ده احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل ابلكيشن مطعم، او يعني كلون ل او يعني كلون لابلكيشن مطعم، حاجه زي منيو. بقوله مثلا منيو مشروبات، منيو اكل، انت عايز تطلب ايه؟ فانت بتتشيك مثلا انا عايز بيبسي، عايز بيتزا، عايز مثلا معاهم مثلا سلطات. بعد كده تروح دايس مثلا على الانفويس اللي هو الزرار اللي بيجيب لك الفاتوره، فيقول لك والله انت طلبت كذا وطلبت كذا والفاتوره مثلا كذا. تمام؟ بس فهي فكرة بسيطة، بس هي الفكرة ان انت بتتعامل مع التشيك بوكس وبتشوف هو بيشتغل ازاي. تعالوا نشوف الشغل كباك اند او كشغل بقى ايه عملي نعمل ايه. في الاول احنا عايزين نكريت اب جديد ونعمل انتنت عليه، ثم نصمم الديزاين، ونكتفي مثلا بالفيديو ده لحد كده، والفيديو اللي جاي نبدأ نعمل ايه الباك اند بتاعه يعني. طيب دلوقتي هبدأ اروح على الاب بتاعي واكريت اكتيفيتي هذه ان هي امتي، وابدا اقول له والله ده اسمه مثلا هو ابلكيشن مطعم، فاقول له مثلا ايه ريستورانت طلب ريستورانت اكتيفيتي مثلا. تمام؟ واقول له فينيش، بس محتاج اروح على الهوم اكتيفيتي اللي هي الاكس ام ال الاول، وكريت لها زرار جديد عشان لما اروح على اللوجن افتح الايه البي تي ان بتاع الريستورانت. تمام؟ واقول له ده والله ريستورانت اب. تمام؟ ونعرف الكلام ده في السترنج، والراجل اللي فوق ده برضو نعرفه في السترنج، وابدا اروح على بقى ايه الكونتكست بتاعه الاكتيفيتي، واعرف زرار جديد واقول له ده بتاع ده بقى عشان ايه اعمل له ام كليك، اعمل له ام كليك هو كمان، فنقول له ريستورانت بالشكل ده ريستورانت. السبيلنج كده مظبوط، حلو جدا. اقول له بي تي ان ريستورانت ده بي ايكوال فايند ار دوت اي دي دوت بي تي ان ريستورانت، واقول له البي تي ان ريستورانت ده سيت اون كليك لسنر من الزس، وانزل تحت اعمل ايه كيس جديده واقول له والله لو الراجل داس على البي تي ان ريستورانت، فانت اقول له جو تو مثلا، خليها جو تو ريستورانت، وهنا جو تو ريستورانت برضو، وهنا روح على الريستورانت اكتيفيتي. الريستورانت اكتيفيتي زي الفل كده. احنا خلصنا الايه الزرار، ولما يكليك عليه هيروح. اجي هنا بقى ده الاكتيفيتي بتاعي، خلينا نقفل الاب اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات، نخش على الاكس ام ال بتاعه ونبدا نصمم الديزاين. طيب مبدئيا كده احنا عايزين نعمل ايه؟ عايز ارسم هنا تكست فيو، اهلا بيك في الابلكيشن، واشد خط تحتيه مثلا، وابدا ان انا اعمل عمود كده فيه اربع مثلا اكلات وتحتهم سعرهم، وهنا اربع اكلات او اربع مشاريب وتحتهم سعرهم، وهنا تكست فيو يقول لي طلبت واحد اتنين، او هنا زرار مثلا اقول له هات الفاتوره، وتحته تكست فيو يقول له طلبت واحد اتنين تلاته، ويبدا ان هو ايه يحسب له السعر يعني. بس خلينا في الديزاين الاول. اول حاجه محتاج ان انا اشتغل، خلينا نشتغل لينير زي ما احنا. حلو جدا. اقول له الاورينتيشن فيرتيكال، وابدا اقول له البادنج برضو خليها 20. اول حاجه تعالوا نقفل كده، ده كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل تكست فيو. التكست ده وراب وراب، واقول له جرافيتي سنتر، واقول له تكست ويلكم تو اور ريستورانت.
ونعرف الكلام ده في السترينج، وابدا اديله مثلا تكست سايز، ماشي ستايل بولد ما يضرش، تكست سايز اقول له 30 مثلا، ماشي. الكالر اقول له اللون البنفسجي بتاعنا، مش محتاجين نديله اي دي، هو الراجل للفيو مش اكتر. ممكن اعمل الايه الفيو بتاعنا برضو اللي هو الخط اللي بنرسمه ده، الطول يكون 3 dB مثلا، محتاج ياخد باك جراوند البيربل اللون اللي جاي من الكالر، وممكن نديله مارجن من التوب مثلا وليكن 5، ونقفل على كده. حلو، محتاجين بعد كده بقى نعمل ايه؟ عايز احط 4 عواميد و4 عواميد جنبهم، بس انا مش عارف احط ايه حاجتين جنب بعض عشان انا شغال فيرتيكال، فهعمل لينير لاي اوت جديده واقول له جوه انا هشتغل هوريزونتال، وجوه هعمل 2 لينير اوت جديده تاني، وواحده هتشتغل فيرتيكال والتانيه هشتغل فيرتيكال برضه. يعني دلوقتي هعمل لينير جديده، ماشي. اللينير دي اول حاجه العرض هخليه ماتش، والطول هخليه وراب، تمام، بس الاورينتيشن هيكون هوريزونتال. حلو، وجوه اللينير دي هعمل 2 لينير كمان، واحده فيرتيكال والتانيه فيرتيكال برضه، فهقول له لينير، واللينير العرض وراب، والطول وراب، او اخلي العرض ماتش عشان يبقوا نفس المقاس الاتنين مع بعض. ويعني دلوقتي بس كده عشان نبقى فاهمين، انا عايز ارسم عمود هنا وعمود هنا، تمام، فدول جنب بعض، فعشان يجوا جنب بعض قمت عامل اللينير هوريزونتال، وعشان المحتوى اللي جوه بتاعت كل عمود هينزل فوق بعض، فعملت واحدة كمان هنا، وهنا الاورينتيشن هيكون فيرتيكال بالشكل ده، تمام. وبرضو نقفل القفلة الكبيرة بتاعته بالشكل ده، وابدأ بقى ايه ارص الحاجة بتاعتي هنا بقى. كده انا مسكت ايه اول عمود من اللينير الكبيرة، فهقول له والله انا اول حاجة مثلا هعملها تشيك بوكس. التشيك بوكس ده هقول له وراب، وراب هياخد تكست مثلا، ادي اللي تشيك بوكس نزل، واقول له اول اوردر مثلا بيتزا، انا عايز بيتزا، ونعرفه في السترينج، تمام، وادي له طبعا اي دي عشان اكلمه في الباك اند. اللي تشيك بوكس بسميه تشيك كده على طول اندر سكور بيتزا بالشكل ده، مش محتاج حاجه تاني تقريبا، فنقفل على كده. ممكن اعمل تكست فيو تحتيه، التكست فيو ده وراب وراب، واقول له مثلا تكست احط السعر، سعر البيتزا مثلا 30 دولار، ونعرف الكلام ده في السترينج. ممكن ادي الراجل ده جرافيتي في السنتر عشان ينزل تحت الراجل اللي هناك، طبعا هو نزل في السنتر هنا لان انا دلوقتي مدي اللينير دي الويتس بتاعها ماتش بيرنت، لما اجي اخد واحده كمان زي دي كمان واحده هتلاقي ده نزل في النص هنا، تمام. ف بس كده اعتقد السعر برضه هو انا حتى انا هحمله للشو برضه، بس في الباك اند هبدا ازود السعر مانوال بايدي يعني، فهقفل على كده. خليني اكرر دول، انا هعمل مثلا ادي البيتزا، وهعمل واحده للبرجر مثلا، ماشي، واسميها تشيك برجر، والسعر مثلا البرجر مثلا بيبقى كام؟ 35 دولار، ونعرف التكست ده كمان. ونعمل كده، وناخد واحدة كمان ونقول له والله بدل البرجر مثلا هقول له فرايد تشيكن بالشكل ده، وهنا سي اتش كي تشيكن، تمام، ونعرف ده في السترينج. سعر الفرخة خليها 25 بالشكل ده، واخر حاجة مثلا ممكن نقول ايه سلطة مثلا، فهقول له والله سلط، السلطة دي تشيك بوكس برضو بس اسمها سلط، ثواني، سعرها خليها 5 دولار بس بالشكل ده. حلو، تعالوا ناخد نفس اللينير دي هي كده اللي هي اللي جوه دي كوبي، ونحطها جوه الكبيره دي، فحرفيا هو نيجي هنا كده وننزل ونعمل بيست بالشكل ده، ثواني، المفروض جوه اللينير دي اللينير الاولانيه، ودي اللينير التانيه، ف
فانا المفروض اجي هنا واعمل كده، تمام؟ طيب المفروض اللينير التانية دي ان انا هشتغل فيرتيكال برضو وماتش والويتس ماتش والطول وراب و اوكي الاورينتيشن فيرتيكال وانا لينير لينير. هنا محتاج تقريبا ادي لاي اوت، حاجه اسمها لاي اوت ويت، واقول له 1 مثلا، واجي فوق هنا وادي حاجه اسمها لاي اوت ويت واقول له برضو 1. ايه لاي اوت ويت دي؟ ان انا مثلا وليكن انا عندي رغيف قسمته نصين، انت نص وانا نص، فانا بقول له والله انت مثلا كل واحد فيكم ياخد 1 بالظبط. ف يعني مثلا انا ممكن ادي هنا اللي اوت ويت مثلا واقول له 2، فهنا كل واحد المفروض ان هو واخد 1، ده خد 1 وده خد 1. بس انا بقى ايه بقول له، هو لما بقول له 1 بس كده على طول، هو الراجل عارف ان هو ياخد الايه، ان كل واحد طالما واخد قيمه متساويه زي التاني فيتقسموا بالنص بالشكل ده. فالمحتوى بتاعي فعلا نزل بالشكل ده. كده انا خلصت، فاضل بس ان انا ابدا احط بقى ايه المشروبات. يعني انا هنا ده اول مشروب مثلا هقول له بيبسي، وهنا تشيك مثلا بيبسي عندي هنا بيبسي ده برضو اعرفه في السترينج. سعر البيبسي مثلا خليه $6 ونعرفه في السترينج. اوكي هو هنا ثواني عشان تقريبا اعدل، انا مش عايز اعدل في دول، انا عايز نرجع كده، انا عايز اعمل ايه كنترول زد عشان انا عدلت في العمود الاولاني. خلينا نعمل كنترول زد كده ونرجع الدنيا زي ما هي. اوكي حلو، وهنا دي بيتزا وده تشيك بيتزا، تمام زي الفل. المفروض ان انا ادوس على دي بالظبط، يبقى انا كده واقف في الحتة دي اللي انا هخليها بيبسي زي الفل. بقول له بيبسي، اعرف السترينج وده تشيك بيبسي وده سعره الـ5 دولار، احنا عرفناها ولا الـ6 دولار؟ ما جابش الست، ما انا عملت اندو صحيح، فهقول له $6 واعرفه هناك في السترينج. حلو، هنا هبدأ اقول له السترينج ده انا عندي مثلا شاي، فالشاي ده التشيك بوكس بتاعه اسمه تي برضو. عندي هنا السعر كوباية الشاي $3 بس، وممكن اعرفها في السترينج برضو زي الفل. الموضوع شوية روتيني بس معلش، يعني خلينا نعمل الكافي ونعرفه في السترينج. الديزاين بينفلكت في نفس اللحظة اهو، واقول له تشيك كافي وابدأ ان انا هنا سعر القهوة مثلا ممكن اقول له $12 بقى. حلو جدا، اخر حاجة عندنا شاي قهوة ايه، ممكن اقول مثلا ينسون نايس، واقول له تشيك نايس، دي سعرها ممكن $2 ولا حاجة. تمام زي الفل كده، يبقى احنا خلصنا الكلام ده. ممكن ابدأ بقى ايه بره اللينير الاولانية والتانية بس جوه التالتة اللي هي الكبيرة بتاعتي. فهبدأ اعمل ايه؟ هبدأ احط زرار مثلا، الزرار ده الويتس هخليه 200 dB، وهبدأ ان انا اديله طول وراب، هبدأ ان انا اديله هو الزرار راح فين؟ الزرار نزل اهو. هبدأ ان انا اديله بس تكست، التكست ده هقول له مثلا انا عايز الفاتورة، فهقول له جيت مثلا الانفويس، تمام انفويس بالشكل ده، وابدأ ان انا اعمل سترينج واديله جرافيتي في السنتر، It's واديله 2 مارجن، o'clock. وادي مارجن من التوب 20 dB، بلاش 20 dB صغيرة خليها 40 زي الفل. الزرار ده محتاج حاجة تاني، محتاج اي دي طبعا، واقول له بي تي ان جيت انفويس بالشكل ده. بس كده اعتقد نسيب الزرار. اخر حاجة هيبقى التكست اللي هتعرض فيه بقى الايه السعر، اللي هيقول انت طلبت 1 2 3 والسعر كذا، فهقول له راب وراب عشان لو اختار القائمة كلها التكست ما يصغرش، يبقى على قد الكونتنت.
فاقول له وراب وراب، هدي له اي دي واقول له تي اكس مثلا انفويس، وهدي له تكست مثلا كده ايه اوتوماتيك، واقول له مثلا ان ذا انفويس ويل ابير هير، الانفويس هتظهر هنا، اعرف الكلام ده في السترينج، وابدا ادي له جرافيتي في السنتر، ادي له مارجن من التوب 20 dB، خليها ايه 50 60 مثلا، ينزل في النص كده. عملت كده بالشكل ده، هو ليه ما خدش، ما خد مارجن من التوب اهو. ممكن ادي له تكست سايز مثلا او تكست كولر، نقول له بلاك بس كده، ممكن تكست سايز خليها 15، الفونت ايه يكبر شوية زي الفل كده. يبقى احنا تقريبا عملنا شكل المنيو بتاع المطعم. هو الراجل هيخش هيختار دي او دي او دي، ويبدأ ان هو يدوس على الانفويس ويطلع له يقول له مثلا سعرك كذا. فاحنا كده خلصنا الديزاين، تعالوا كده نعمل لها رن قبل ما ايه، قبل ما نخش على الباك اند، نتأكد بس ان كل حاجة تمام. حلو جدا، ادي السبلاش، خش على اللوجن، ادي الريستورانت اب بتاعنا، بكليك عليه دخل فعلا على الاب، اقول والله انا خدت بيتزا وخدت برجر وخدت مثلا بيبسي، فاقول له جيت انفويس، فيقول لي والله انت خدت برجر وخدت بيتزا والسعر كذا، تمام. فده اللي ان شاء الله هنشوفه في الفيديو اللي جاي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، وسلام عليكم.